مشاهدينا الكرام، مشاهدي الفضائية المصرية في كل مكان، برحب بكم وحلقة جديدة وأحلام وطن. مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار اللي تم إنشاؤه سنة 1985 كإحدى الهيئات التابعة لرئاسة مجلس الوزراء. المركز ده أصبح أحد مؤسسات الفكر في مصر. هي يعني هو مهمته الرئيسية هي دعم اتخاذ القرار في قضايا مختلفة، منها الإصلاح الاقتصادي والسياسي والاجتماعي أيضا. الحقيقة هو مركز كبير بيعمل فيه أكثر من 600 موظف، يعني بيدير عنده ملفات مختلفة متعددة في شتى المجالات. هو بيرصد الواقع، بيبحث التغيرات، بيحدد المشكلات، ويساهم أيضا في طرح بعض الحلول. للحديث في هذا الأمر وأهمية هذا المركز، وخصوصا في الوقت الحالي وإحنا يعني بنسعى إلى الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي والسياسي أيضا، هيا يشرفنا نورنا يكون معانا دكتور شريف محرم بدر، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار. برحب بك يا فندم جدا. اهلا بك يا فندم. اهلا وسهلا. بدايه يعني اعتقد انه المركز ده قد ايه مركز مهم، وان كنا بنتكلم انه انشئ منذ عام 85 فبالاحرى هو اكثر اهميه الان لان احنا في مرحله بناء الدوله. فعايزين نتكلم شويه ونعرف من حضرتك مهام هذا المركز واهم الاستراتيجيات العمل الخاصه بيه. زي ما حضرتك تفضلت وقلتي ان هو فعلا انشئ سنه 85، مصر كانت سباقه بالفكره دي، يعني فعلا ما فيش دوله في الشرق الاوسط او دوله عربيه فيها حاجه تمثل هذا المركز في ذلك التوقيت، ونقدر نقول حتى الان كان الغرض من انشائه انه يبقى بوابه مصر كلها على التكنولوجيا. يعني اول ما الانترنت ظهرت في العالم كان المركز هو المصدر الرئيسي لدخول الانترنت الى مصر. مفيش باحث في الدراسات العليا او باحث في اي مجال ما دخلش مكتبه مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار. كانت نافذه مصر على العالم، نافذه مصر على التكنولوجيا، وما زالت الحمد لله اللي انشئ بهذا الغرض. زي ما حضرتك تفضلتي وقلتي، يعني بجانب هذا الكلام ان كمان شوف القضايا الملحه التي تهم متخذ القرار على مستوى الدوله، وكان بيبتدي حصر لهذه المشاكل الملحة. هي الموضوعات المستقبلية، لازم يبقى فيه فكر ورؤية مستقبلية. احنا مش هندرس الوضع الحالي، احنا لازم نسبق ونشوف كمان 10-20 سنة العالم متجه في ايه، العالم سبقنا في ايه، ونبتدي ندرس ونشوف ايه اللي يلائمنا. صحيح. فكانت في مجالات كتير واغراض كتير المركز انشئ من اغراضها. يعني نقدر نقول ان كان وزارة الاتصالات ما كانتش موجودة في الزمن ده، كان اسمها وزارة النقل والتليفونات او الاتصالات. خرجت من المركز بادرة وزارة الاتصالات اللي هي مسؤولة على البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات. يعني مثلا كان وزارة الاتصالات بغرض ان هي تنشئ البنية التحتية لشبكات الحواسب، لشبكات الانترنت، لشبكات التليفونات. كانت الفكرة بدأت من مركز المعلومات. بعض المشروعات العملاقة زي مشروع البطاقة اللي هو الاي دي اللي هي البطاقة الرقم القومي، المشروع ده بدأ من مركز المعلومات. دي مشروعات كبيرة جدا يا فندم، جداً. يعني حضرتك بتتكلم عن مشروعات ضخمة، مشروعات قومية، بالظبط قومية بتغطي كل الدولة. الحقيقة التوثيق التراثي اللي هو كان الغرض من توثيق كل الاثار او المتاحف او المتاحف الاسلاميه. بس اسمح لي يا دكتور، انا عايز اعرف من حضرتك المشروعات دي الحقيقه بالتفاصيل، لكن نطلع مع مشاهدينا نشوف تقرير عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار ونرجع نكمل كلامنا. مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار. في عام 1985 تأسس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار ليكون إحدى الهيئات التابعة لرئاسة مجلس الوزراء. ومنذ نشأته أصبح المركز أحد مؤسسات الفكر في مصر التي من مهامها الرئيسية دعم متخذ القرار في قضايا الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي والسياسي. يسعى المركز وفق أجندة عمل ديناميكية إلى تناول القضايا ذات الأولوية لدفع مسيرة الإصلاح المؤثرة على مسار التنمية في الأجلين القصير والمتوسط، وذلك من خلال رصد الواقع وتحليل الوضع الراهن لبحث التغيرات التي ظهرت في شتى المجالات،
وتحديد المشكلات الرئيسية وتحليلها وصولا إلى صياغة مقترحات فعالة لعلاج تلك القضايا. ويتبنى المركز العديد من سياسات وآليات العمل للارتقاء بدرجة كفاءة وفاعلية جهود البحثية المختلفة، حيث يحرص المركز على تحقيق التوافق مع الاحتياجات الفعلية لمجتمع المستفيدين، وذلك من خلال مراجعة برامج عمل الحكومة وتوجهاتها ومشاركة المجتمع المدني في صياغة أجندة عمل المركز ودراسة تجارب المراكز المثيلة، بالإضافة إلى التوافق مع المستجدات على الساحتين المحلية والدولية. يعمل المركز عبر عدة محاور، أهمها محور دعم القرار في القضايا التنموية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، ومحور الاتصال المجتمعي والشراكة مع المؤسسات الإقليمية والدولية. وقد شارك هذا الصرح البحثي في عشرات المشروعات الخاصة بمجالات عمله، وحصل على العديد من الجوائز المحلية والإقليمية والعالمية. وبوصفه أهم أحد الفاعلين في قضايا المجتمع المصري، فدائما ما يتردد اسمه في موضوعات تهم الوطن والمواطنين. المركز شعلة نشاط، لم تشغله أحداث السياسة في مصر من أن يضلع دائما بدوره، ويكون بمثابة جهاز مخابرات إداري يمد صانع القرار بالمعلومات المطلوبة والدراسات الموثوقة. وفي حلقة خاصة من أحلام وطن، دعونا نتناول هذا المركز الفريد لنتعرف على طبيعته. مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار زي ما تابعنا مع بعض في هذا التقرير، وبيشرفنا ونورنا رئيس المركز دكتور شريف محرم بدر. اهلا بحضرتك مره ثانيه يا فندم. اهلا وسهلا. يعني قبل ما اسال سؤالي كده، يعني دكتور شريف حصل على دكتوراه في هندسه الحاسبات، عملت استاذا مساعدا بقسم علوم الحاسبات بالاكاديميه الحديثه، شغلت منصب رئيس معهد نظم المعلومات بالقوات المسلحه، اشرفت على العديد من رسائل الماجستير والدكتوراه، ونشر ليك العديد من الابحاث. يعني أنا شايف أنه يعني الكلام كله حضرتك مش بعيد خالص عن هذا المنصب، يعني أعتقد أنه الشخص المناسب في المكان المناسب. لا تسمحي لي أصلح حاجة، هو مش معهد معهد نظم معلومات، هو مركز معلومات القوات المسلحة. نظم معلومات القوات المسلحة؟ لا، مركز معلومات القوات اللي هو يماثل مركز معلومات مجلس الوزراء. يعني حتى لما كان في طالبين أو بيدوروا على حد يمسك هذا المكان، كان الغرض أنه يكون مسك مركز معلومات سابق عشان يبقى من نفس المجال زي ما حضرتك تفضلتي وقلتي. يعني الحقيقه يعني انا شايفه انه السي في زي ما بيتقال مليء بالحاجات اللي بتدعم جدا حضرتك. حضرتك بقالك حوالي 6 شهور حسب ما انا فهمت في هذا بالزبط. المنصب يعني عقبال ما يبقوا كتير قوي ان شاء الله. بس يعني يعني كل المناصب حضرتك تقلدتها قبل هذا المنصب بتدعمك جدا انك تكون في هذا المكان، ايه اللي عندك اللي ممكن تكون بتقدمه لدعم هذا المكان وللارتقاء به؟ هو اهم حاجه انا شايف ان هي مطلب رئيسي للي يمسك هذا المكان نكون في رؤية، في قراءة تحليلية للأرقام. لأن مركز المعلومات حضرتك مش بيتكلم على أرقام. مركز المعلومات بيتكلم على مؤشرات، على دلائل. على حلول، على بدائل. على تحليلات. هو ده وظيفة مركز المعلومات. وزي ما قلت لحضرتك قبل الفاصل أن مركز المعلومات قام بدراسات عديدة. مركز المعلومات مش بيركز على مهمة واحدة. لأن أنا كنت هبقى وزارة لو أنا تركزت على موضوع واحد كنت بقيت وزارة ذات مهمة. لكن أنا الوسيلة أو المركز يعني هو الوسيلة اللي الأداة اللي بنقدر نجرب أي مشروع قبل ما نقدم على تفعيله. قبل ما نقدم على تنفيذه نبتدي ندرسه، نحط الحلول والبدائل في أي موضوع، دعم، دين، اقتصاد، قضايا مستقبلية، قضايا اجتماعية، قضايا سياسية، علاقات، تحليلات سياسات. صحيح. كل الموضوعات دي بتغطي تقريبا كافة الوزارات، وكأنه المركز بيعمل كوسيط بين الوزارات. تمام يا فندم، فعلا هو الهدف منه وسيط بين الوزارات. ويقدر حضرتك لما بنحب نطلق مشروع أو الدولة أو مجلس الوزراء يحب يطلق مشروع بيبتدي يدرسها، يشوف فاعلياتها، يشوف جوانب القوة والضعف في هذا، يعالجها الأول. ثم لحد ما تقف على رجليها، لحد ما الموضوعات تمشي، نقدر نقول العجلة تمشي. ثم يطلقها وتاخدها الوزارة المختصة أو الهيئة أو المؤسسة، ممكن مركز وهكذا. فهو مركز المعلومات معني بجميع موضوعات
مجلس الوزراء. طب اسمح لي يا دكتور، يعني ازاي ممكن نستفيد في هذه المرحلة بالذات الاستفادة القصوى من هذا المركز، لانه هو بيحدث بالاساس بالارتقاء والاصلاح المجتمعي على كل المستويات، يمكن زي ما ذكرت اجتماعيا وسياسيا وكل على كل المستويات، فازاي ممكن نستفيد منه يعني الى الدرجة القصوى؟ ما لو اسكن حضرتك ايه الادارات المناظرة في المركز هتقدري منها نستخلص دور المركز وفايدته في هذه المرحلة. يعني لو بدأنا في موارد البيانات، موارد بيانات المحافظات والوزارات، في كتاب اسمه وصف مصر. صحيح. كتاب وصف مصر ده بيطلع كل سنة. يمكن بيبقى الداتا اللي فيه أو البيانات اللي فيه متأخرة 6 شهور، لأن طبعا حك إجراءات، بس ده استاندر عالمي. لأن حضرتك عبال ما المعلومات بتتجمع وتحلل وتدرس وتصنف وتفهرس وتجلد، فلازم بناخد فترة. فكتاب وصف مصر ده بيتكلم على كل حاجة في كل محافظة في مصر. Yeah. ده كتاب مجمع. بإذن الله السنة دي هيطلع، هو هيطلع في شهر 6 أو أول 7 إن شاء الله. إن شاء الله. في آخر سنة إن شاء الله على ديسمبر هيطلع بالمحافظات. ده مخرج جديد. Yeah. مركز المعلومات هيطلق بدل ما وصف مصر، وصف محافظات مصر. دي مثلا موضوع مهم جدا. ما البيانات اللي موجودة في المحافظات والوزارات. يتبع مركز موارد البيانات دي في الوزارات في حاجة اسمها مخزون البيانات الاستراتيجي. ده بيقول لك كل الأرقام اللي بتطلع من الجهاز المركزي، من البنك المركزي، من أي مؤسسة في الدولة. ده كتاب مهم جدا يعني. لا هو أي حد معني بشؤون الدولة، أي باحث بالزبط. أي باحث وخصوصا بتوع الاقتصاد والسياسة وعلم الاجتماع حتى. وعلم الاجتماع طبعا. حاجة اسمه المخزون الاستراتيجي، لأن ده بيجمع الأرقام اللي على مستوى جميع الوزارات. أنشئت لجنة اسمها لجنة تدقيق البيانات، لأن ممكن في أرقام تتضارب بين وزارتين. هو مش بيحصل تضارب إن الأرقام غلط، في منهجية عشان أحسب مؤشر. فممكن وزارة تستخدم منهجية مختلفة عن الوزارة الأخرى. زي ما حضرتك مثلا بتستخدمي معادلة عشان تطلع منها مؤشر. المعادلة ديت ممكن حضرتك لو اديتيها نفس الانبوت بشكل والانبوت ده بشكل تاني اكيد المخرج هيختلف. صحيح. فلذلك يحصل بعض الاحيان تضارب في الارقام. فبرضو وظيفة لجنة تدقيق البيانات هي توحيد اسلوب ومنهجية حساب الارقام والمؤشرات. ده ادارة مهمة جدا. صحيح. في ادارة الاستطلاع او مركز الاستطلاع، ده مركز عملاق. بس اسمح لي يعني اقف عند النقطة اللي حضرتك ذكرتها، وهو تعداد السكان واللي بتتضارب احيانا الارقام. ويمكن في الجريدة الرسمية قبل ايام صدر قرار من رئيس الوزراء بشأن اجراء تعداد شامل للسكان والمنشآت عام 2006. دور المركز في هذا الامر؟ لا حضرتك، احنا مركز الجهاز المركزي التعبية العامة والاحصاء هو اللي معني بهذه الوظيفة، لكن انتم مالكمش هيكون دور في هذا الامر. لا لا لا، ده هو دورهم خالص، بس بتجيلنا الارقام. نبتدي بقى ايه، نبتدي نحلل في الارقام دي ونقول يعني المواليد بتزيد، يبقى ممكن كمان 20 سنة الجامعي هيبقى شكله التعليم الجامعي، الذكور والاناث، المؤهلات العليا، المغتربين. يعني انتوا بتستفيدوا من المعلومة او من المخرج اللي هيخرج يعني في مجال التعدادات احنا بنستفيد من المعلومة. في تعاون تام بيننا وبين الجهاز المركزي التعبئة العامة والإحصاء. ننقل للموضوع الثاني اللي هو مراكز استطلاعات الرأي. صحيح. مركز استطلاع الرأي ده مؤشر وترمومتر مباشر لرأي وأثار الرأي العام في الشارع. ده مهم جدا. كثير من الناس بتنقد مركز استطلاع الرأي وتقول ده مركز حكومي، احنا مش بنغير النتيجة. بعض الأحيان لا تعلن، يكون حضرتك مركز أنا بعتبره زي حضرتك لما بتعدي مريض لجراح، في دكتور صغير بيدخل يقيس الحرارة والضغط والنبض. هل لو أهل المريض قالوا له قول لنا المعلومات، قول له عنده حرارته إيه، وضعه إيه، مش من حقي إن أنا أقول. دي المعلومة دي بتعرض على متخذ القرار، هو اللي يقول، لأنه له وجهة نظر تانية ممكن يقولها مع حلول لهذه يعني الحاجات. معنى كلام حضرتك إن المعلومات دي مش متاحة لكل لا الناس؟ لا متاحة، متاحة في بعض الأحيان، مش تحجب، تؤجل لمرحلة محددة. هل ده لأنه بتبقى الأغراض سياسية أمنية مثلا؟ أمنية. مش في حضرتك
النهارده في جهه هي اللي يعني احنا مش المركز مش عشان للمواطن لا، هو على فكره احنا بنتيح استطلاعات الراي دوت، احنا لينا موقع على الانترنت والاستطلاعات دي متاحه، بس لازم تتعرض على مجلس الوزراء ومتخذ القرار قبل ما ترحل للجمهور. ايوه طبعا، اذا كانت تخص وزاره مخصصه لكن اذا كان مثلا راي المواطن البسيط في الامن في الشارع بنطيحها فورا. راي المواطن في اداء الحكومه بنطيحه. كنا بنعمل راي استطلاعات راي على المشاركه في الدستور. احنا عملنا استطلاع راي قريب من مده كده كان بيتكلم على رؤية المواطن البسيط ورؤية النخبه في الرئيس القادم او مطالبه ايه من الرئيس القادم. طب احنا ممكن تطلعنا على نتيجه هذا الاستطلاع؟ الامن الامن مطلب رئيسي وبنسبه كبيره بتوصل ل 40%. ازاي بتتم يعني اجراءات استطلاعات الراي دي بتتم حضرتك ازاي؟ منهجيه علميه يعني في حاجه اسمها سحب العينه، حضرتك عشان نختار العينه اللي هنتصل بيها ده في برامج كمبيوتر بنعمل حاجه اسمها سحب العينه. لو تليفون ارجح احنا عندنا قاعده بيانات التليفونات نبتدي نشوف لو العينه دي احنا عاوزينها لمحافظه مثلا في تلوث في ميه في محافظه يبقى انا عاوز كل مكالماتي لهذه المحافظه. صحيح. يبقى بناخد ارقام تليفونات نسحب العينه على محافظتنا محافظه محدده. لو عينه على مستوى الجمهوريه يعني احنا اليومين دول حاجة لحضرتك مثال على دور المركز في الانتخابات. انا قبل ما اسمع انا يعني هسال حضرتك في موضوع الانتخابات برضو. لكن انا يعني مثلا حضرتك ذكرت انه لما تكون خاصه بمحافظه فاحنا بنعمل عاوز التليفونات من المحافظه دي لكن لما يكون حاجه زي ما حضرتك ذكرت حاجه خاصه بالامن الامن يبقى العام تتوزع على مستوى الجمهوريه ونسبه وتناسب ما يبقاش مثلا 50% من محافظه صغيره و20% من محافظه القاهره. أيوة. لا بنعملها نسبه وتناسب عدد المحافظه الى اجمالي عدد سكان الجمهوريه. يبقى اول حاجه اخترنا العينه بيحصل بشكل ميداني يعني في ناس بتنزل في لا يا فندم دي عينه في المركز بتتم برامج كمبيوتر بنختار ارقام تليفونات من قاعده بيانات التليفونات ثم نبتدي نتصل معاهم بالتليفون من بنبتدي من 11 الى 7 الى 8 مساء لان مش هنتكلم الساعه 7 الصبح. بتكون عينه عشوائيه طبعا عينه عشوائيه ولو حضرتك خبطيها مليون مره نسبه التكرار فيها بتوصل الى 0%. مش عاوز اقول 1 في 100 مليون لان حضرتك بتاخد عينه يعني لو قررناها كذا مره ما بتتكررش. والناس بتتعاون يعني لما حد يكلمها ولا بيبقى في كل حاجه في كل حاجه في اللي بيتعاون في اللي بيخاف في السلبي صحيح. في الايجابي في كل حاجه وده وارد طبعا كل حاجه وارد في اي مجتمع في اللي واحنا على فكره ما بنسالش على اي بيانات شخصيه ولا بنسجل اي حاجه على اساس نديله مطلق الحريه انه يتكلم بحريه. واحنا بنواكب العصر والمركز واضح انه بيواكب العصر اهتم جدا بانشاء موقع خاص بالانتخابات الرئاسيه. ده حضرتك متابعانا بقى يعني الحقيقه فانا عايز اعرف اخبار اكتر عن الموضوع وليه اهتميتوا ان انت ايه الهدف من هذا الموقع؟ هو حضرتك احنا فكرنا ان احنا عاوزين نبقى فيه حاجة جديدة ونسهل للناس. حضرتك المواطن النهاردة في بعض المواطن البسيط مش عارف الدستور الجديد بيتكلم عن الرئيس ازاي مسؤوليات الرئيس واجبات الرئيس في الدستور ازاي ننتخب رئيس في الدستور ازاي نقدر نطالب بحقنا مع الرئيس الجديد واجبات المواطن في لجان الانتخابات حقوقه ايه ما يجيش حد يوقفه طابور ويقول له لا استنى شويه ما المواطن ما يجيش يعلي صوته او يطلب حاجه مثلا مش من حقه فحطينا حاجات تعرف المواطن كل حاجه. نمره 2 حطينا استطلاعات الراي ورؤيه الناس في مطالبها من الرئيس الجديد زي ما اتكلمنا قلنا الامن نمره 2 كانت البطاله نمره 3 مثلا الاهتمام بالبنزين والدعم يعني كان في موضوعات وضحناها قلنا للناس تبقى عارفة المواطن عاوز ايه من الرئيس القادم. حطينا البرنامج الانتخابي لكل مرشح مع الرمز بتاعه مع السيرة الذاتية بتاعتهم. المرة دي كان في حاجة جميلة قوي وبسيطة وبصراحة خدناها من موقع في أمريكا ازاي اقول انا عاوز الرئيس بتاعي يهتم بالاقتصاد في واحد تاني عاوزه يهتم بالسياسة فمن البرنامج يقدر الموقع دوت يقول لحضرتك رؤيتك للرئيس الجديد ويقول لك اقرب مرشح للرؤيه دي تبقى مين. لان على اساس مثلا في بناخد مع البرنامج واحد مرشح بيهتم بالاقتصاد واحد بيهتم بالشباب واحد بيهتم مثلا انا بدعم بالسياسة. فلان لانه بيهتم بكذا فيقول لحضرتك الحته دي موجوده في برنامج المرشح فلان الفلاني الحته دي موجوده في المرشح كذا دي يعني جميله جدا. انا عاجبني قوي ان انتوا جعلتوا من المواطن المصري متفاعل يعني مش بس بيقرا معلومات عن المرشح هو اللي بيحط رؤيته ونقول له اقرب مرشح ليك مين
والنقط اللي موجودة في البرنامج بتاعته اللي بتغطي احتياجاتك اهي عشان برضو تبقى واضحة. بس اسمح لي يا فندم، يعني البعض هيقول انه موقع على الانترنت هيزوروا كريمة المجتمع، مثقفي المجتمع، لكن المواطن العادي بيلجأ للتلفزيون اكتر، بيسمع البرامج الانتخابية اكتر من خلال الشاشات المختلفة. ايه رأيك؟ وحضرتك يعني برضو المركز ملوش قناة تلفزيونية، ملوش صحيح. وسائل إعلامية فإحنا بنحط، إحنا نقدر نساعد بإيه؟ كل واحد يساعد بحاجة يقدر، بننزل دورات ودوريات ونشرات مطبوعات ونقدر نفيد برضو هذا الكلام. فكل واحد أو كل فئة تشوف إيه اللي يناسبها وتتعامل معاه طبقا لقدرات المركز. تفتكر حضرتك إنه هذا الموقع يعني فعلا هيكون مفيد للشارع المصري والمواطن المصري البسيط؟ أيوة، أنا متوقع أنه مفيد جدا، لأن ما فيش حاجة زيه، ما فيش موقع مماس له. وعلى فكرة احنا رحنا عرضناه على اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية وأعجبوا به جدا وخدنا موافقتهم على إصداره. موقع محايد جدا. اعتقد انهم بس محتاجين تعملوا له دعايه اكتر من كده عشان الناس تعرف عنه. حاضر حاضر. نشاط اخر حديث لهذا المركز هو ورشه عمل تناولت الخبره الاسبانيه في مجال التحول الديمقراطي. عايزين نعرف اكتر عن هذه الورشه، وش معنى اسبانيا يعني؟ والله اسبانيا كانت من اقرب الدول للظروف اللي هي مرت بيها مصر. مصر مرت بمرحله صعبه، ربنا يخرجنا منها على خير يا رب. فإحنا المركز كان له رؤية إن لقى الجانب الأسباني هو أقرب الظروف. مركز بدأ من حوالي سنتين، الأول عمل دراسات لحد ما لقى إن الدولة دي هي أقرب الدول، كانت متعاونة معنا جدا. عملنا ورش عمل، عملنا أون جوب تريننج يعني تدريب عملي فعلا. طلع باحثين قعدوا هناك شهرين وثلاثة وابتدوا يحطوا مشاكل، يشوفوا الحل بتاعها، أنسب الحلول، هم عملوا إيه، طب الحلول اللي اتخذتها اسبانيا نجحت ولا ما نجحتش، نجحت لكن تناسبنا ولا ما تناسبناش، ابتدينا نظبط ممكن ندمج راينا مع رايهم وطلعنا بشويه حلول ودروس مستفاده من التحول الديمقراطي اللي حصل في اسبانيا. وعملنا ندوه من شهرين في خلال الاسبوع دوت، خدنا الجانب الاقتصادي في التحول الديمقراطي، لان الاقتصاد يعتبر هو اهم حاجه او اهم جانب في هذا التحول الديمقراطي. فكان في ندوه فعلا من خلال يومين، وجي عميد كليه الاقتصاد في اسبانيا اتكلم على التجربه، الجانب الاقتصادي في التجربه الاسبانيه وايه اللي يناسب مصر. وكان في حلقه نقاش مستوى عالي جدا وفعلا كانت ندوه مثمره جدا. يعني الحركه بتقوله ده رائع جدا ومتاح على مركز موقع المركز. ورش العمل والندوات اللي بيجيها ناس مخصوص من اسبانيا واكيد من دول تانية مختلفة، بس ازاي نوصل ده لصناع القرار في مصر علشان نطبق التجربة الاسبانية؟ نتكلم بقى على شق الدراسات والبحوث، يعني نتكلم على ارض الواقع. انا نفسي ازاي ننقل ده لواقع العمل؟ ما حضرتك بيبقى فيه نتائج للندوة دي نمرة واحد. نمرة اتنين، في بقى حاجة اسمها قطاع او محور الدراسات والاوراق البحثية والبحوث، يمسكوا قضية قضية في جميع الجوانب ونبتدي نشوف هذه القضايا حلولها ايه، البدائل اثرها السلبية اثرها الايجابية ونعرضها في صورة اوراق بحثية ونتائج ملخصة جدا تتعرض على اصحاب القرار لاتخاذ انسبها ومقارنة بينهم. من ضمن الأقسام الخاصة جدا في هذا المركز قطاع إدارة الأزمات والكوارث والحد من أخطرها، قسم ناشط جدا من أقسام المركز نتوقف عنده نتكلم عنه شوي. إدارة الأزمات، يعني ما بحبش أقول الكوارث. أيوة. إحنا في حاجة عندنا الأول، نبتدي بحاجة اسمها مرصد إعلامي. مرصد إعلامي ده بيتابع جميع الجرائد المقروءة أو المواقع الإعلامية المقروءة، البرامج الحوارية، المواقع الأجنبية، الفيسبوك وكل هذا، بيستخلص منها إيه اللي بيحصل ونقد وإيجابيات كل المواقع الإعلامية دي، بنتنبأ إيه اللي ممكن يحصل. في مثلا اضرابات ممكن تحصل في حته معينه، في كارثه ممكن تحصل في حته معينه، مثلا متابعه الحاله الصحيه زي حالات الامراض اللي موجوده اليومين دول، متابعه الاعتراضات والاعتصامات، متابعه الحوادث. أيوه. متابعه اي حاجه غريبه. في غرفه دائمه شغاله 24 ساعه بنسميها غرفه العمليات، شغاله 24 ساعه متصله بجميع الوزارات والمحافظات بخطوط خط ربط مباشر. بتطلع الصبح بدري الساعة 8 الصبح بتكتب تقرير. أيوه. ده أولا. المركز الأزمات بيحط سيناريوهات
وبدائل لكل اللي ممكن يحصل. لا قدر الله غرق سفينه، حادثه قطر، كان في لسه امبارح في مطار الغردقه تجربه على طياره حصل لها مشكله، كان في تجربه من شهر في مصنع في محافظه القليوبيه حصل له حريق لا قدر الله. بنبتدي نعمل التجربه دي ونحصل ونعمل سيناريوهات ازاي نعالج المشكله دي وندرب الناس، ثم بنطلع منها بدروس مستفاده وتعمم وتتسجل كافلام مثلا ممكن نوزعها على الحمايه المدنيه او نقدر نوزعها على الجهات اللي بيبقى عندها حاجات مماثله ازاي يتصرفوا لا قدر الله في ازمه. يعني احنا لسه عاملين ندوه على الفيضانات، ولا قدر الله لو حصل عندنا تسونامي، لا قدر الله شاطئ شمال البحر الابيض المتوسط لو تعرض لهذا ايه السيناريوهات، وبنعمل دراسه فعلا. احنا حطينا لا قدر الله المشاكل اللي ممكن تحصل، لكن لسه ما خرجناش بالاحتياطات التي تتبعها محافظات اللي هي مثلا زي اسكندريه، راس البر، دمياط، مرسى مطروح، وشرم زي ما حضرتك تفضلت، لا شرم تحت صحيح، اللي هو ساحل البحر الابيض فوق. حضرتك بتتكلم على ساحل البحر الابيض، لان تسونامي لا قدر الله لو جه مصر هيجي من الشمال. صحيح، فهنحط دراسه ونيه عن كده، فده احنا بنتنبأ لا قدر الله اي حادثه بتحصل. ممكن السيد رئيس مجلس الوزراء بيجي بيتابع، لانه بخطوط ربط مرتبطه بجميع في مركز ازمات في كل محافظه وكل وزاره. طيب اسمح لي يا دكتور، يعني دايما بيقال انه احنا في مصر، ما تزعلش مني، عندنا ما انا مصري برضه، ايوه، سوء اداره ازمات. احنا بينقصنا إدارة الأزمات، دايما بنسمع الكلمة دي تتكرر جدا وكتير، انه ما بنواجه اي أزمة، ما بنواجه اي كارثة، ما عندناش إدارة أزمات. ومش عاوز اقول كده، مش عاوز اتهم نفسنا بالطريقة دي، وعاوز اقول لحك ان احنا متوكلين شوية، متساهلين شوية، احنا شعب طيب وبيرمي همومه على ربنا. يعني هو لازم الواحد يكون حذر شوية ونعمل اجراءات ونتبع الحيطة، لكن احنا متوكلين. اقصد يا فندم، اقصد انه ان كان عندنا مركز بهذا الحجم، وان كان عندنا اداره ازمات في هذا المركز بهذا الحجم وفعاله ونشيطه جدا، هل بيتخذ بالتقارير اللي بتطلع؟ يعني هل الى اي مدى بيتخذ بالتوصيات اللي بتخرج من عندكم في المركز؟ في تجارب حضرتك بتتم وسيناريوهات، وبنطلع بدروس مستفاده بنعممها على كل المحافظات او الوزارات اللي ممكن يحصل فيها حوادث او ازمات مماثله. بندفع تقارير لسيادة رئيس مجلس الوزراء، ممكن سيادته بيدي توجيهات، الحاجات دي مثلا لا عمموها في الحته ديت، تتخذ الاجراءات الزياده، ممكن تطلع تعليمات تسبق الازمه زي ما حضرتك بتقولي، يبقى في حيطه وتنبؤ. فهذا الكلام كله بيتم. مركز الازمات كمان بيتابع اي حاجه بتتم على مستوى الجمهوريه. يعني اثناء انتخابات في الدستور في شهر يناير، افتكر كان 14 و15 يناير، السيد رئيس مجلس الوزراء السابق جه تابع الانتخابات والدستور كلها من مركز المعلومات. احب اقول لحضرتك ايام ثوره 30 يونيو الثوره واللي حصل في الميادين كله كان بيتابع ويتعرض على مجلس الوزراء. وللاسف ما حدش كان بيصدق ان الكلام دوت، وكانوا فاكرينه فوتوشوب. ويكفينا شرفا ان سياده المشير السيسي ساعتها قال ان مركز المعلومات رغم ان كان رئيسه ينسب الى الاخوان طلع تقارير محايده. ان مركز المعلومات مش بينتمي لجهه، حتى رئيس المركز اذا كان اخواني كان في هذه الفتره، لكن المركز كان محايد جدا، مؤسسه قائمه بذاتها بغض النظر. كان وهذا الكلام بشهاده سياده المشير السيسي وذكر في كل الاخبار والمواقع الاعلاميه. نفسي ننتقل بالحوار شويه عن الاقتصاد المصري، وهو من ضمن الركائز طبعا المعهد او المركز عفوا بيهتم بيها جدا. وحضرتك كان ليك تصريح قلت فيه ان تنوع الاقتصاد المصري وقوته تمكنه من تجاوز الازمات وتحافظ على جاذبيته للاستثمار. حضرتك شايف الموضوع ازاي؟ يمكن الناس على ارض الواقع شايفه انه الاقتصاد مش في احسن حالاته بسبب التغيرات اللي حصلت خلال السنوات القليله الماضيه، لكن حضرتك متفائل الواضح. بنعمل بنحاول نبقى متفائلين. هو حضرتك في حاجه اسمها القضايا المستقبليه والدراسه والقضايا الملحه. يعني مثلا موضوع زي الدين، موضوع زي الدعم ده حضرتك اللي هو الوزاره او السيد رئيس مجلس الوزراء بقاله اسبوع بيعقد اجتماعات يوميه نهارا ومساء عشان يشوفوا موقف الدعم. الدعم ده حضرتك موزع على كذا وزاره. حضرتك المركز كان بيبتدي يحصر مراكز الدعم
ويبتدي توزيع الدعم على الوزارات ووصول الدعم المستحقين، ويعني نبتدي نعمل استطلاعات رأي مثلا في البنزين، هل البنزين دوت الدعم دوت كل الناس بتستفيد منه ولا لا؟ هل كل عند حضرتك أسرة ما عندهاش عربيات يبقى مش هتستفيد من دعم البنزين. صحيح. وعلى فكرة دي نسبة كبيرة، يمكن تتعدى 60% من الشعب المصري ما عندوش عربية وما بيستعملش البنزين والسولر، فبالتالي مش مستفيد من الدعم. في فئة من الـ من الـ من الـ الأسر المصرية ما بتاكلش الرغيف أبو خمسة ساخ، يبقى ما بتستفادش بالدعم القمح. صحيح. في بعض الأسر ما بتعرفش تحصل عليه فبالتالي ما بتستفادش. عاوز أقول لحضرتك النهاردة في دعم على الأسمدة، النهاردة اللي له أطيان زراعية بياخد أسمدة مدعمة. فالنهاردة أنا ما عنديش أرض زراعية لا أستفيد من الدعم دوت. فإحنا بنعمل دراسات الدعم بيوصل إزاي، بيتوزع إزاي. يعني كنا لسه قاعدين مع السيد وزير التموين وهو بينفذ مبادرة متميزة جدا، إنه عاوز يعمل بطاقة التموين ليها قيمة دعم على البطاقة. حضرتك ليك حصة من الدعم في العيش. استفدت منه النهاردة أوكي، ما خدتيش النهاردة حق حضرتك محفوظ لحد بكرة وبعده. حضرتك مش بتستخدم العيش أبو خمسة ساخ، ممكن أخد بداله مكرونة، ممكن أخد حلاوة، أخد سكر. فالنهاردة هو بيشوف المواطن احتياجاته إيه، وكل أسر وحضرتك ليك حصة من الدعم. يشوف الدعم دوت حضرتك عاوزة تاخديه في أي صورة، اختاري اللي يناسبك ويناسب. بس خليني أرجع بحضرتك برضو للتحديات الاقتصادية الهائلة اللي بنمر بيها، شايف الموضوع إزاي وشايف إزاي ممكن نكون بنكتسبها بشكل عام؟ حضرتك ده بقى موضوع وزارة التخطيط ووزارة الاقتصاد، هم بقى إيه اللي يقولوا الحلول. إحنا بنعرض عليهم، هم أكيد لهم رؤية أحسن منا، بس إحنا بنقول لهم المشكلة والحلول والمقترحات. بس خرج أرض الواقع بيبقى حاجة تانية معاهم هم بقى. صحيح. بس خرج من عندكم إعلان قبل أيام إن الحكومة هتضخ حزمة تحفيزية ثالثة بقيمة. لا 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 فانت ما حصلش هذا. لا لا ما احنا ما قلناش كده خالص، مش من عندكم. احنا بنتكلم على الركيزة الثالثة. أيوة. مش الحزمة الثالثة من الدعم. لا لسه لم يعلن عنها وما عرفش حتى إذا كان فيه ولا لا. احنا بعد ما تصدر نقدر نقول الحزمة اتوزعت، الحزمة التحفيزية من الدعم اتوزعت فين وكان تأثيرها ايه على الاقتصاد. أيوة. ده دور المركز. لما بيطلع حزمة نشوف اتوزعت ازاي، انسب طرق، لان في جزء مثلا بيروح الاقتصاد، جزء بيروح مش عارف لفين لفين. نبتدي نشوف توزيع على الكهرباء على البنزين، نبتدي نشوف توزيع الحزمة التحفيزية دي في المكان المناسب ولا لا، وتأثيره على الدعم بعد كده. صحيح. رجوعا لهذا المركز وأهمية هذا المركز وأيضا العاملين في هذا المركز، وإحنا عارفين أنه في نخبة جميلة من الباحثين مختارين بعناية فائقة للعمل في هذا المكان، أغلبهم أو كلهم حاصلين على شهادات عليا رفيعة المستوى في تخصصات نادرة ومختلفة جدا. عايزين نتكلم شوية عن العاملين في المركز والتسهيلات الممنوحة ليهم للارتقاء كمان بمستواهم العلمي ليواكبوا العصر وتطور العصر. هو أحب أطمن حضرتك وأطمن الشعب المصري إن 60% أو من 60 إلى 65% من العاملين في المركز تحت 40 سنة. ده بيدينا تفاؤل للمستقبل. إن إحنا الخبرة أو الهرم مظبوط عندنا. عاوز أقول لحضرتك إن في حوالي 70-80 باحث من خريجي كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، ومش باحث عادي، باحث متميز. في أكتر من 60 دكتور أو حاصل على الدكتوراه، في حوالي مثلا 80 أو 70 حاصلين على الماجستير. مش في مجال الاقتصاد والعلوم السياسية، اجتماع، علم نفس، سياسة، حتى الكمبيوتر مع علوم الحاسب، هندسة الحواسب، احنا ما تكلمناش خالص على قطاع الكمبيوتر او قطاع المعلومات. لان برضو مركز المعلومات معني بتوحيد البنية مش عاوز اقول الحاسبية في الوزارات، يوحد الرؤية على الاقل. يعني في تعاون دلوقتي مع وزارة الاتصالات، يبقى في حاجة اسمها الحوسبة الضبابية، اللي هو يبقى لينا ايميل حكومي، لينا يبقى رؤية للوزارات كلها. وزارة الاتصالات مشكورة متبنية هذه الرؤية، احنا بنعاونها. وعاوزين نطمن حضرتك ان في تنسيق وتعاون بين وزارات الحكومة لتأدية المجالات التخصصية. الباحثين زي ما حضرتك قلتي، بنساعد الباحثين ان احنا مثلا نقدر نساعده بعض الوقت، ان هو يبقى نديله ايام في الاسبوع اجازة، بنقدر نسمح له بحضور المحاضرات في دورات تدريبية في الخارج، بندلع السادة الباحثين عندنا، بنشجعهم بكل حاجة ماديا ومعنويا ونفسيا وكل حاجة. لان فعلا هي دي الثروة،
عاوز اقول الثروه اللي هتوصل اللي هنجنيها. الاستثمار الحقيقي، الاستثمار الحقيقي على المدى القريب والبعيد هو الانسان المصري، المواطن المصري، لان هو دوت اللي هنبني فيه. واحنا عندنا ثروه بشريه الحمد لله. الفكر زي ما حضرتك تفضلتي قلت في الاول، مركز المعلومات هو اسمه مركز الفكر، مركز فكر لكذا جهة، مش عاوز اقول مركز الوزراء بس، لكل الوزارات ومجلسي الشعب والصورة سابقا، لاي جهة تطلب دعم، للقطاع الخاص، للقطاع العام. كل يوم بتجينا طلبات من الهيئات. هي الحكومة على فكرة ما فيها هيئة قناة السويس تبعها، في بيانات بتيجي من الجهاز المركزي التعبئة العامة والإحصاء، الجهاز المركزي للمحاسبات، البنك المركزي. مين اللي بيربط الكلام ده كله؟ فالحكومة مش وزاراته بس، الحكومة مؤسسات وأجهزة بنتكامل مع بعض لخدمة المواطن والاقتصاد المصري وجميع القضايا الملحة إن شاء الله. في إدارات في محافظات مختلفة لها نفس الاسم، هل هي تابعة ليكم؟ حضرتك مركز المعلومات يتبعه في كل محافظة مركز معلومات ومركز إدارة أزمات. مركز المعلومات اللي موجود في كل محافظة هي همزة، وعلى فكرة بينزل لمستوى المحليات والوحدة المحلية والمراكز، هو يتبعنا فنيا لكن إداريا يتبع المحافظة. يعني حضرتك الموظفين دول موظفين في كل محافظة، لكن احنا اللي بندعمه بالأجهزة بالشبكات الحاسبات، ان احنا بنربطه، بناخد منه، بنطلب منه بيانات، وبنتبادل البيانات بين الوزارات مع بعض والمحافظات. من ضمن المشروعات الضخمة اللي أنا عارفة أن أنتم يعني مسؤولين عنها أو مهتمين بها الأيام دي هو ترشيد الطاقة، وأيضا استخدام الطاقة الشمسية كبديل. موضوع جميل جدا، حاجة كويسة. وأنا بالظبط حابة أن احنا نعرف أكتر عنه، لأنه احنا طبعا بالذات في الأيام دي والناس بتعاني من انقطاع التيار الكهربائي كتير، موضوع الطاقة الشمسية ده هيكون شيء رائع جدا. زي ما قلنا في الأول، مركز المعلومات مش بتاع مهمة ثابتة. صحيح. لأن كنا بقينا وزارة. كنا بقينا وزارة ثابتة وخلاص. مركز المعلومات بيدرس المشاكل وطرق حلها وانسب حل ليها، وبيدي اقتراحات. انشئ مركز وحده عندنا اسمها وحده ترشيد الطاقه بالتعاون مع الاتحاد الاوروبي. يعني في دعم، واحنا متعاونين في مراكز كتير زي مركز العقد الاجتماعي، وحده ترشيد الطاقه، في مركز الوثائق الاستراتيجيه، دي مراكز تبع المركز وتتبع جهات خارجيه. وحده ترشيد الطاقه دي حضرتك بتدرس ترشيد الطاقه. احنا عملنا مبادره اسمها شمسك يا مصر عشان نشوف الطاقة الشمسية هي مزدوجة ازاي نجيب لهم. انا معجبة بالاسم جدا، شمسك يا مصر. ده هم اللي متبنيين الشعار دوت وتفعلوا فيه. اسمح لنا يا دكتور، على الشاشة معانا مشاهدينا الموقع اللي انشأوا المركز الخاص بمرشحين الرئاسة، ممكن تكونوا بتخشوا عليه وبتتابعوا التفاصيل اكتر. تفضل يا فندم. حيك وحدة ترشيد الطاقة تبنت المبادرة ديت. المبادرة دي كان بهدف تحويل 100 إلى 150 مبنى حكومي على مستوى الوزارات والمحافظات على تعمل بالطاقة الشمسية، ترشيد مزدوج، لمض مرشدة، ولمض مرشدة مش لمض اللي هي اللي بتتباع في السوق دي، لا ده سيستم بيتغير خالص، سيستم الإنارة بيتغير. ونحط كمان سخانات، مش سخانات شمسية، وحدات توليد طاقة شمسية فوق الأسطح بتاعت المباني الحكومية على أساس استهلاك قليل، والاستهلاك القليل ده ناخده من الطاقة الشمسية، ما ناخدوش من الكهرباء العادية. فعلا احنا بدأنا، وكنا عرضنا على السيد رئيس مجلس الوزراء ان مدينة حلايب بمناسبة ان هي تحولت الى مدينة، ان احنا هننور مبنى المحلي لمدينة حلايب بإذن الله. كل مدينة حلايب لا قائمة. المبنى المحلي، المبنى المحلي، وكل مدينة حلايب بإذن الله قبل 30/6 هتضاء بالطاقة الشمسية، هيتعمل محطة طاقة شمسية. ده في إجراءات حقيقية بتحصل في الموضوع ده في أرض الواقع؟ في إجراءات بتتم في الموضوع ده قبل 30/6، احنا ما قلناش ميعاد بعيد. بالظبط، احنا بنتكلم في كمان شهرين بإذن يعني. الله ان شاء الله في اقل من شهرين هتبقى مدينة حلايب اول مدينة خضراء في الجمهورية تضاء بالطاقة الشمسية. انا بعتبره انجاز طبعا. دي تجربة بايلوت، مشروع استرشادي بنهديه لمصر على التوازي، في 24 محافظة حطينا لها برامج على اساس في مباني حكومية هنبتدي بيها فعلا.
يعني احنا بدأنا في احدى مقرات مركز المعلومات وهنكتب على المبنى ان هذا المبنى يضاء بالكامل بالطاقة الشمسية. ان شاء الله في تعاون مع هيئة الاستثمار، المركز القومي للسكان، المركز القومي للمرأة، اخترنا عينات وزارة الخارجية. شوفي حضرتك مبنى وزارة الخارجية قد ايه مبنى مهم واساسي، بالكامل هيضاء بالطاقة الشمسية. يعني انتم مهتمين بالمباني الحكومية، المبادرة للمباني الحكومية. بنبدأ بانفسنا، دي حاجة عايزين نقول لحضرتك، لان هو بصراحة في سبب تاني، ان المباني الحكومية ما بتشتغلش بعد الظهر، فمش عاوزين وحدات تخزين للطاقة، هو بس عاوزين إنارة فقط. فعشان كده هل في جهات أخرى بتتعاون معاكم في هذا الأمر؟ الاتحاد الأوروبي طبعا، الهيئة العربية للتصنيع، مع وزارة الكهرباء، وزارة البيئة، كل الوزارات المعنية بالطاقة. احنا مضينا اتفاقية مع وزارة الإسكان من أسبوع تقريبا، بغرض ان احنا هنبني مبنى هيئة المجتمعات العمرانية اللي في 6 أكتوبر ان شاء الله في أقل من شهر هيبقى كله مضاء بالطاقة الشمسية. يعني ان شاء الله في 100 الى 150 على مدار 3 سنين هيكون مضاء كامل بالطاقة الشمسية. ثم بعد كده بقى وهنعمل حاجة مهمة جدا. أيوة. في حاجة مركز معلومات الطاقة بصدد ان احنا نبتدي في النص الثاني من العام دوت اللي احنا فيه، ان احنا هنعمل مركز معلومات الطاقة. دي حاجة جديدة خالص. لا فهمنا أكتر، يعني إيه مركز معلومات الطاقة؟ مركز معلومات الطاقة ده هيبتدي يقول لحضرتك استهلاكنا إيه من الطاقة، الأحمال شكلها إيه، ممكن بيأثر على إيه. أيوة. ثم هيضاف لمين؟ لوزارة البترول، هيروح لوزارة الكهرباء، لمش عارف مرف بتاع تنظيم الكهرباء. بكره في ايه؟ ده رؤيه عمل عظيم ويقدر جدا جدا. ونتمنى ان هو لي اشكر زمايلنا اللي في هذه الوحده، لان مجهودهم مشكور، ومبادره كانت جميله وجابت اثار بسرعه جدا. يعني احنا نتمنى مش بس يطبق على المباني الحكوميه واللي هو طبعا هنشوفه قريب، ولا على محافظه حلايب بس، لكن على باقي كمان المحافظات ان شاء الله. فلوسنا. طبعا يعني لان كل الكلام ده مش مرصود له موازنه ومش مرصود له خطه، لانه هيوفر كتير من الكهرباء والضغوط اللي على الكهرباء. يعني حقيقه انا أشكر حضرتك جدا دكتور شريف محرم بدر، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، كنت ضيفنا ونورتنا، شكرا لك. احنا متشكرين حقيقة تحتنا الفرصة دي، واهلا بيك يا فندم. اشكرك يا فندم جدا. مشاهدينا الكرام، اتمنى تكونوا استمتعتم بحلقتنا النهاردة، ونشوفكم الاسبوع الجاي وحلقة جديدة، واحلام وطن.